FM. الكلمة ليك. حزب العمال كانت دائما علاقة منافسة وعلاقة صراع في الجامعة وعشناها خلال الثمانينات، لكن الآن أعتقد أن الجبهة الشعبية ارتقت إلى مستوى صياغة البرنامج السياسي الأدنى. نجم نقيم أدائها، نجم نطرح مسألة لعلها تتسع لتشمل مكونات جديدة داخل اليسار، عنوان محدودية في علاقة أيضا بتشكل جبهة الإنقاذ وموقف الجبهة الشعبية من جبهة الإنقاذ. إلى الآن على حد علمي لم يصدر بيان رسمي في علاقة بالأرضية التي تطرحها جبهة الإنقاذ. لعل جبهة الشعبية تتفاعل في قادم الأيام مع هذا المعطى الجديد، لكن مطروح كذلك على الجبهة الشعبية أنها تتسع لتشمل مكونات أخرى وحساسيات أخرى. هنالك حراك داخل اليسار الطلابي والشبابي، لابد الجبهة أن تنتبه إليه، لأن المصلحة في أن المشهد يصبح أكثر وضوح. أرى المواطن التونسي لما ينظر إلى كثرة الأحزاب، إلى ازدحام وتشابه الأحزاب في برامجها في طروحاتها، يحصل لخبطة، ولعله يعزف عن الانتخابات وعن الشأن العام. بس المواطن التونسي يسمع فينا توا، الخريطة كيفاش اليوم؟ كيفاش التموقعات؟ شكون في الحكم وشكون في المعارضة؟ المعارضة منقسمة إلى إلى إلى. خنبسطوا الخريطة اليوم. الحكم يدور بالأساس حول الثنائي النهضة ونداء تونس، تقاسم للمواقع، تقاسم للحقائب الوزارية، وتقاسم أيضا للمسؤوليات. إضافة إلى هذا الثنائي النداء وحزب أو حركة النهضة، هنالك أحزاب ليبرالية يعني في مستوى ثاني، بالأساس حزب أفاق تونس به، هذا في مستوى الوسط، هذا ما يسمى بوسط الخارطة السياسية. على اليمين هنالك وراء النهضة تيارات إسلامية، حزب التحرير راهو لا يستهان به، والتيارات السلفية تقف بالمرصاد للنهضة لاستيعاب الغاضبين والوافدين من جراء عملية ما يسمى الانتقال من الدعوة إلى السياسي. يعني هو الصراع داخل حركة النهضة راهو صراع حقيقي بين من يقول هذا نهجنا، هذه هويتنا، هذا تراثنا، هذا رأس مالنا الرمزي، تاريخنا من الاتجاه الإسلامي إلى الآن، وبالتالي فما صراع. لكن اليسار، المشهد اليساري فيه الجبهة الشعبية في المقام الأول. اليسار الآن ما يسمى، ما عبر عنه سليم الرياحي باليسار الراديكالي، هو يسار لم يعد راديكالي، دخل اللعبة الديمقراطية. لنذكر أن اليسار الراديكالي يرفض اللعبة الديمقراطية باعتبارها لعبة برجوازية وباعتبارها خدعة، لكن وراء الجبهة الشعبية أو إلى جانب الجبهة الشعبية قد تتشكل، وهذا مشروع يعني بدأ اللغط والحديث بصدده، حزب عمالي بخلفية نقبية. وهذا مش نذكر أنه منذ المرحوم الحبيب عاشور وأزمة 76 كان هنالك حلم بتأسيس حزب عمالي جماهيري على أرضية نقبية. مازلنا نسوروا معكم في الخارطة السياسية، وأكيد برشا مستمعين قاعدين يستناو في إكمال الخارطة هذه، بما أنه الناس ما عادش فاهمة حتى شيء، الناس ما عادش فاهمة شكون مع هذا مع شكون، هذا ضد شكون، هذا مع فلان، هذا مع علان. هذاك علاش نحاول نبسطوا الخارطة السياسية اليوم بتكون برشا أحزاب سياسية. قلنا في الوسط فما النداء والنهضة، والنهضة التحالف وافق تونس، وافق تونس يدور حولهما وكأنه حول الحكم وحول المواقع الأساسية في الدولة. أي. لكن قلنا على اليسار هنالك الجبهة الشعبية في المقام الأول، قد يتشكل، قد يعني يزحزح أو يزيح حزب عمالي لم يتشكل بعد الجبهة الشعبية إلى أقصى اليسار. لو تشكل حزب عمالي بأرضية نقبية، التقاطب سيمر من سياق صراع إيديولوجي أساسه وخلفيته الهوية. الكلمة ليك.